وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم نعم تعرف البلال ودارس كتبه كلها والعدالة وكل شيء الحمد لله وتماما بارك الله فيكم وفيكم بارك أن واجبا علي أن أقوم بما أراه وما ظهر لي نعم ما فيه في العقيدة وفي غيرها نصحا لله وللمسلمين هذا واجب ولا شك. نعم ذلك أن شباب الأمة الآن الشرق والغرب شباب الإخوان والسروريين يعني قد جعلوا من منهج السيد قطب بديلا عن المنهج السلفي. لا اله الا الله هي الحاكميه. لا اله الا الله يدعها كبار السروريين بان ما احد فسر لا اله الا الله بالسيد قطب هو يفسر بالربوبيه وبالحاكميه وبالاستعلاء والى اخره. يعني معاني الربوبيه. ثم وحده الوجود انتم تدينونه بها. اي نعم. ثم الاشتراكية ثم القول بخلق القرآن ثم الطعن في المعجزات ثم الطعن في أخبار الآحاد بل المتواترات لا يقبلها في العقيدة. فرأيت شرا مستطيرا لا بد من مقاومته وبيانه. بارك الله فيكم. جزاك الله خير ونفع بكتاباتك. جزاك الله خيرا. وأنا أرجو أن ييسر لي أن أستفيد من قراءتها والإطلاع عليها. ويا شيخنا نعم أنت والله أنا أدافع عنك أكثر ما أدافع عن نفسي ورب السماء والأرض. جزاك الله خير وبارك فيك. ولقد والله امتحنت من جهات بسببكم سياسية وغيرها يعلم الله. نسأل الله الإعانة. نعتبركم إمام السلفية. الله يبارك فيك والله يحفظك يا أخي هذا حسن ظن منك وما أنا إلا طالب علم وننشد الحق حيثما كان. يا شيخ بارك الله فيكم أنا لا يعرف الفضل إلا ذووه. هذا صحيح وجزاك الله خير وبارك فيك. ماري بها نعم اثروا في كتبكم وعرفوا المنهج السلفي والاستقامة والتمسك بكتاب السنة والاستدلال إلى آخره بكتبكم. ذلك الفضل من الله إذا كان شيء من هذا فكله فضل من الله تبارك وتعالى. الله يبارك فيك. وما بكم من نعمة فمن الله. أسأل الله أن يبارك في عمركم. الله يحفظكم يا أخي ويسلمك ويفيد بك الأمة أيضا. بارك الله فيكم. وفيكم بارك. نحن ما نستغني عن حدبكم على الدعوة السلفية وعلى أهلها الغرباء الآن. لا نزال عليها، عليها نحيا نموت. إن شاء الله. وعليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله. أنا أرجوكم رجاء خاصا أن تقرأوا هذا الكتاب خصوصا ما يتعلق بالتكفير وبخلق القرآن ونشر في رسالكم. وجاء يا شيخنا نسأل الله أن ييسر لي ذلك. ثم تقول كلمة الحق يا شيخ هؤلاء يأخذون منكم ويأخذون من الشيخ بن باز يعني كلاما يوجهونه لإفساد الشباب. هذا بارك الله فيك ما ينبغي أن تهتم به كثيرا يا دكتور. أقول هذا ما ينبغي أن تهتم به كثيرا لأن أهل الباطل قديما يأخذون من كلام الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه يأخذون منه ما يؤيدون به كفرهم وضلالهم. فلا غرابة أن يأخذوا مني وممن هو أكبر مني كذا وكذا فلست عليهم بوكيل. أنا ما أقصد يا شيخ الخرافيين. أنا عارف من تعني. يأتونكم لابسين لباس السلفية. أنا أعرف من تعني بارك الله فيك. أنا أعني من تعني. أنا أعرف ماذا تعني وأعني معك من تعني وفيك إن شاء الله. الله يبارك يا شيخ. نعم. أنا